إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو هذا هو تتمة للفيديو السابق حول أنواع الطعام. أذكر كذلك اليوم بالخطوات التي يجب اتباعها. الخطوة الأولى هي الاستماع والتكرار، ويجب عليك أن تردد كل ما سمعته، تردده وبصوت مرتفع. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي الكتابة. يجب عليكم الكتابة، اكتب كل شيء سمعته أو رأيته، لأنه كما قلت يرسخ المعلومات في الذهن. ثم الطريقة الأخيرة وهي الدردشة. يجب عليك أن تتكلم، دائما ما تحشموش، خصكم تتكلموا واخا تغلط لأن من الأغلاط كي تعلموا الناس. إذا إخواني أخواتي فلنبدأ على بركة الله. La parola olio، كلمة l'olio، كنعني بها الزيت. prendi la bottiglia di olio d'oliva. خد زجاجة زيت الزيتون أو خد قارورة. allora prende، هي خد، il verbo prendere al presente، يعني في المضارع. prende che cosa، ماذا؟ la bottiglia، هي الزجاجة، وبما ونقول لها القرعة، حنا كنقولوا القرعة. la bottiglia di che cosa، di olio. هو الزيت، لكن هنا عندنا زيت الزيتون، الزيتون هو أوليفا، il panino، الكلمة كتسمعوها بزاف ديال المرات. il panino كنعنيو به الساندويتش. اوكي، verso li 10 mangio un panino. verso le 10 mangio un panino. في حوالي الساعة 10 صباحا أتناول شطيرة، هي ساندويتش. verso هي حوالي، يعني تقريبا، حوالي، بحال كنقولوا تقريبا. ماذا؟ لي 10 هي 10. مانجو، يعني آكل ماذا؟ un panino. بانينو هو ساندويتش. نقولوا حتى كسكروت، ولكن بانينو هي الكلمة الصحيحة. verso le 10 mangio un panino. le olive، هو الزيتون. portami le olive nere، أحضر لي الزيتون الأسود. بورتامي، أحضر لي، يعني جيب لي. ماذا؟ كيكوزا لي أوليفي. لي أوليفي هو الزيتون، ولكن هنا في الجمع، كنقولوا أوليفا. أوليفا هي زيتونة وحدة. أوليفا نيرة، أوليفي في الجمع بلورالي نيري، هنا الزيتون الأسود، portami le olive nere. patatine fritte، هي البطاطس المقلية. preparo il tagine con pollo e patatine fritte. Preparo il tagine con pollo e patatine fritte. Preparo يعني أعده، كنوجد أو كنطيب. il tagine، هو عرفتو راه هو الطاجين. con، مع، ماذا؟ con che cosa؟ pollo، هو الدجاج. e patatine fritte، هي البطاطا أو البطاطس المقلية. Preparo el tajín con pollo e patatine frite. La salsa. La salsa. الصلصة يعني نقولوا حنا لاصوص. لاصوص هي الصلصة. La salsa. Mangiamo spaghetti al pomodoro. Mangiamo spaghetti al pomodoro. نأكل المكرونة مع صلصة الطماطم. Mangiamo نأكل. spaghetti هي المكرونة. al pomodoro يعني بالطماطم مطيشة. Salsa di pomodoro. Salsa di pomodoro. Salsa di pomodoro هي صلصة ديال الطماطم. عندما نذهب إلى السوبر مارشي كنشريو القارورة أو اسمو ديال لا صلصة دي بومودورو. صلصة دي بومودورو يعني لاصوص ديال بومودورو. صلصة دي بومودورو. صلصة دي بومودورو. Mangiamo spaghetti al pomodoro. Mangiamo spaghetti al pomodoro. نأكل المكرونة مع صلصة الطماطم. Salsa di pomodoro. Salsa di pomodoro هي لاصوص ديال pomodoro. Salsa طماطم. Ketchup. Ketchup هو كنقولوا ليه الكيتشاب. Al McDonald's ordiniamo patatine con ketchup. Al McDonald's ordiniamo patatine con ketchup. يعني في الماكدونالدز. الماكدونالدز يعني في ماكدونالدز كنعرفوها كاملين ماكدونالدز. اوردينيامو نطلبو ماذا؟ باتاتيني. باتاتيني هي البطاطا المقلية، البطاطس المقلية. مع ماذا؟ كون هي مع كيتشاب. كيتشاب هو الكيتشاب. كيتشاب راه بحال قلتي صلصة صوبينها من بومودورو، صوبينها من طماطم. Al McDonald's ordiniamo patatine con ketchup. Con ketchup يعني مع الكيتشاب. La maionese. La maionese هو المايونيز. Metti un po' di maionese con il kebab. Metti un po' di maionese con il kebab. ضعي بعض المايونيز مع الكباب أو ضع بعض المايونيز مع الكباب. metti هي ضع أو ضع. un po'. un po' يعني قليل. قليل أو بعض. di che cosa? di maionese. di maionese. maionese راه كنعرفوها كاملين. maionese con il kebab. con هي مع. con preposizioni semplici حرف جر. مع الكباب. كباب راه معروف. كي metti un po' di maionese con il kebab. la pizza. la pizza. la pizza هي pizza راه كنعرفوها كاملين. a Napoli la pizza è buona. a Napoli la pizza è buona. a Napoli la pizza è buona. a يعني في حرف جر preposizioni semplici. نابولي مدينة نابولي. مدينة نابولي الموجودة في إيطاليا. la pizza. la pizza è يعني هي ماذا؟ buona. buona جيدة يعني زوينة جيدة. a Napoli la pizza è buona. a Napoli la pizza è buona. burro. burro. burro هي الزبدة. il burro è un derivato del latte. il burro è un derivato del latte. il burro هي الزبدة. e هي un derivato. un derivato كنقولو مشتق، مشتق يعني خارج من الحليب. الحليب كنخرجوا منه الزبده. كنعرفوا حنا ان الحليب كنخرجوا منه بزاف ديال الحوايج، ومن بين هذه الاشياء الزبده. اذا البرو اي ديريفاتو هو مشتق، كنقولوا مشتق من ماذا؟ ديلاتي، ديلاتي يعني من الحليب، من الحليب. البرو è un derivato del latte. Marmellata, marmellata, marmellata هي المربى، كنقولوا حنا confiture, confiture. Abbiamo la marmellata di fragole, abbiamo la marmellata di fragole. لدينا مربى الفراولة. abbiamo هي عندنا، عندنا verbo avere. ماذا؟ لا مارميلاتا، لا مارميلاتا هي المربى يعني الكونفيتور. دي كي كوزا؟ دي فراغولي، فراغولي هي فراولة أو بما نقول لي فخيز، لي فخيز. أبيامو لا مارميلاتا دي فراغولي. فراغولي هنا عندنا في الجمع، الجمع مفرد ديالها هو فراغولا، فراغولا. أونا فراغولا ديلي fragole. Abbiamo la marmellata di fragole. Miele, miele, miele هو العسل. Il miele è un alimento sano. Il miele è un alimento sano. Il miele è un alimento sano. العسل غذاء صحي. Il miele هو العسل. E هو verbo essere un alimento، un alimento بحال قلنا غذاء، غذاء. كيف هو هذا الغذاء؟ صحي، صحي يعني سانو. الميالي بحال قلتي دواء، دواء. alimento sano غذاء صحي. il miele è un alimento sano. una frittata، una frittata. una frittata هي عجة البيض، عجة البيض يعني ملي كطيب البيض، البيض بوحديه. ملي كنقول لا فريتاتا ماشي بطاطي فريتي، هذا البيض طيب. لا فريتاتا العجة اي un pasto veloce. la frittata è un pasto veloce. لا فريتاتا هي العجة يعني ملي كنطيب البيض. اي هو اون باستو، باستو هو هي الوجبة، وجبة يعني الماكلة. اون باستو فيلوتشي، فيلوتشي يعني سريع، سريع يعني ملي كطيب البيض تطيبو بواحد الطريقة اللي هي سريعة. فيلوتشي، فيلوتشي. لا فريتاتا اي اون باستو فيلوتشي. فيلوتشي كنعنيو بها سريع أو سريعة. تشيتشي، تشيتشي، تشيتشي هو الحمص، الحمص. بيفو لا زوبا كون اي تشيتشي. بيفو لا زوبا كون اي تشيتشي. بيفو لا زوبا كون اي تشيتشي يعني أشرب ماذا؟ حساء، حساء هي الحريرة. مع ماذا؟ كون مع اتشيتشي والحمص او حمص كما كنقولوا. بيفو لا زوبا كون اي تشيتشي. مايس، مايس، مايس هي الذرة يعني كما كنقولوا حنا بالدارجة الذرة. بريبارو الباستو كون اوليو دي مايس. بريبارو il pasto con olio di mais. أحضر الوجبة بزيت الذرة. preparo أحضر، أحضر كنطيب ماذا؟ الباستو، باستو كنقولو هي الوجبة، هي الوجبة، الوجبة داكشي اللي غادي طيب نتا. كون، كون مع، مع ماذا؟ أوليو، أوليو قلنا هو الزيت، زيت ماذا؟ أوليو دي كي كوزا، دي كي كوزا ديالاش؟ لماذا؟ دي مايس، مايس. قبيله قلنا اوليو دي اوليفا، اوليفا ديال الزيتون، هذا اوليو دي مايس، اوليو دي مايس يعني زيت الذرة. una torta، una torta، una torta هي كعكة حلوة. questa torta è deliziosa، questa torta è deliziosa، هذه الكعكة لذيذة. questa هذه، اسم إشارة aggettivo dimostrativo، torta هي الكعكة. كتديروها بزاف ديال العائلات نيت هنا في الطليان في الدار، كتكون فوقها لا مارميلاطا، بزاف ديال المرات تكون فيها لا مارميلاطا يعني كونفيتور، كتلقاوها حتى في البار مثلا. كويستا تورتا يعني هذه التورتا، اي هي ماذا؟ ديليسيوزا، ديليسيوزا، ديليسيوزا هي لذيذة، لذيذة. كويستا تورتا اي ديليسيوزا، deliziosa. Macedonia، Macedonia، Macedonia هي سلطة فواكه، سلطة فواكه. mangi una Macedonia، mangi una Macedonia، mangi هي تأكله. عندنا الفيربو mangiare al presente، هذا الفعل mangiare و verbo regolare منتظم regolari. ماذا؟ ماذا تأكل؟ كي كوزا مانجي؟ una Macedonia، una Macedonia هو سلطة فواكه يعني الخليط من الفواكه، التفاح، البنان والافوكا، أنواع من الفواكه كتسمى Macedonia، Macedonia. مانجي una Macedonia. جيلاتو، جيلاتو، جيلاتو هو المثلجات أو الآيس كريم. in estate si consuma molto gelato، in estate si consuma molto gelato، in estate si consuma molto gelato، في الصيف نستهلك الكثير من الآيس كريم. in estate، in هي في حرف جر preposizioni semplici. in estate في الصيف، si consuma، si consuma يعني نستهلك، كنقول si consuma نستهلك. si mangia يؤكل، يؤكل كي هنا si consuma يعني نستهلك ماذا؟ molto، molto يعني بزاف. ديالاش؟ gelato، gelato اللي هو لايس كريم. in estate si consuma molto gelati، in estate si consuma molto gelato. cioccolato، cioccolato، cioccolato a cioccolata. il cioccolato fa ingrassare، il cioccolato fa ingrassare، il cioccolato fa ingrassare. الشوكولاتة تجعلك سمينا. il cioccolato هو الشوكولات. fa، fa الفيرب fare هي عاملة، ولكن في هذه السياق ديال هذه الجملة هذه تجعلك، تجعلك ماذا؟ سمينا. fa ingrassare، fa ingrassare هذا كنقولوا مثلا بالدارجة ديالنا الشوكولات كيغلط، الشوكولات كيغلط. فا انغراسار يعني كيغلط. il cioccolato fa ingrassare. اوكي الوغ اخواني اخواتي، الدرس ديال اليوم انتهى، غادي نشوفوا غدا ان شاء الله. ما تنساوناش في التعليقات. جزاكم الله. الناس اللي مازال ما اشتركوا في القناة اشتركوا وتخطوا على الجرس. مرة أخرى كنشكر جميع إخوان وجميع الأخوات، جميع المشتركين والمشتركات. كما قلت لكم غادي نسالي هذا الدرس هذا، وغادي نديرو التمرين في الدرس اللي درنا ديال البريزنتي ديال فيربي ريغولاري. ريغولاري اللي هو مهم، المهم مهم بزاف. الناس اللي ما فهموش راه غادي يفهموا هاد الدرس اللي جا، غادي يفهموا مزيان، لان حنا غادي نديروا تمارين ولا لكن على شكل جمل، على شكل جمل مفيده. اخواني اخواتي ما تستهزئوش بهاد الدروس ديال الافعال لانها مهمه، خصكم تعطيوها وقت بزاف. اذا دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.